دايما كده نسمعها متداولة بين خصوصا مع الناس اللي بيبقوا يعني أغنياء وعندهم من المال كتير جدا، ده أنت عندك مال قارون. صحيح. مين هو بقى قارون؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قارون من الشخصيات التي نسجت حولها الأساطير فيما يخص الغنى والثراء والمال، فتقال عنه كلام كتير جدا من الأكاذيب والإسرائيليات، وتفهم عنه أمور كتيرة من الأخطاء الكبيرة، زي مثلا لما الناس تقول أنه المفاتيح بس بتاع الخزائن بتاعته العصبة وللقوة ما يقدروش يشيلوها العصابة دي، يعني العدد لحد 40. فده كلام مش منطقي خالص يا فندم، لأنه كمان الناس مش قادرة تفهم الفرق ما بين مفاتح ومفاتيح، وده هنبينه إن شاء الله. قارون يضرب به المثل في الغنى والثراء والقوة الرهيبة الاقتصادية، وفي نفس الوقت يضرب به المثل في نهاية المتكبر والمتجبر والمغرور بماله الذي لا ينسبه إلى الله رب العالمين. قارون كان من عيلة سيدنا موسى، يعني هو من بني إسرائيل، هو من قوم سيدنا موسى، لم يكن من المصريين، إنما كان من قوم سيدنا موسى، لكنه تكبر عليهم وطغى وبغى وظلم وانحاز إلى فئة فرعون ومن معه. كان طاغية وكان ظالما وكان لا يشكر الله على نعمه، فكان سبب هو فتنة في نفسه وفتنة لغيره، لأنه الإنسان قد يمتحن، إنسان كويس جدا وإنسان على خلق، ولكنه أفقر من إنسان عاصي وباغي وظالم، فربنا بيمتحن دودة، يمتحن هذا بالمال ويمتحن هذا بالفقر، وامتحان المال أقوى، قال الله عز وجل. أيوة يا فندم، لأنه امتحان المال يحتاج إلى عمل إيجابي، وامتحان الفقر يحتاج إلى صبر سلبي. طمعش حاجة، امتحان المال قوي جدا، ولذلك قدمه الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فقدم الله عز وجل الابتلاء والامتحان بالمال والإكرام والإنعام. الامتحان بالخير يا جماعة أصعب، ولذلك سيدنا عمر كان يقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا. الأب مات أو الأم ماتت أو خلاص، أنت لا حول ليك ولا قوة، ما فيش قدامك غير أنك تصبر. أيوة، لا حول ولا قوة، بصبر وبس. ده سلبية، اللي هو إيه؟ مش يعني صبر عدم، مش محتاج مني فعل غير أن أنا أضبط نفسي وخلاص. إنما لما يكون معايا مال وأنا قوي، مال فتنة قوية جدا جدا، فتنة تدعو للكبر، تدعو للغرور، تدعو للعجب، من أشد الامتحانات طبعا يا فندم. ولذلك سيدنا عمر يقول إن الضراء يصبر عليه المؤمن الهادي، إنما السراء لا يصبر عليه إلا صديق. الفقير الفقر يصبر عليه كل مؤمن، إنما الغنى والمال لا يصبر عليه إلا صديق. قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فقارون طغى وبغى بماله وظلم وأعان فرعون على كفره وطغيانه، وعظه سيدنا موسى لم يتعظ، وارجع لم يرجع، وأهل العلم قال يعني وعظوه وقالوا له اتق الله عز وجل، وده ربنا اللي آتاك هذا المال، وربنا اللي أنعم عليك بهذا المال، فاشكر ربك. فقال إيه؟ قال: إنما أتيته على علم عندي. ولذلك اسمعي مني هذه الكلمة مهمة جدا، يا إنسان، بقول لرمضان، بقول لحضرتك، بقول لكل إنسان: اوعى، أنا الإبليسية ولي الفرعونية وعندي القارونية. أنا الإبليسية، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لي الفرعونية، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟
عندي القارونية قال إنما أوتيته على علم عندي. فالثلاثة يجمعهم الكبر، الغرور، العجب، رؤية النفس. الفتنة إما بالمنصب، الفتنة إما بالوظيفة الكبيرة، فتنة إما بالمال. فلا، وخلي بال حضرتك من أقوى الفتن المال. لذلك كان الشاعر زمان يقول إيه، يقول رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. والله العظيم حكمة كده جميلة، دي جميلة جدا. والله هو يقول لك انه شاعر تاني بيتكلم على ان الغني لما يقعد كده في وسط الناس يقول اللي هو عايزه، الكل يسقف له يقول انت، وكل ملموم حواليه. طيب لما الفقير يتكلم بالعلم ولا حد ينتبه له. يقول كده ان الغني اذا تكلم كاذبا قالوا صدقت وما نطقت محالا، اما الفقير اذا تكلم صادقا قالوا كذبت وابطلوا ما قال. ان الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالة، فهي السلاح لمن اراد، فهي اللسان لمن اراد فصاحة، وهي السلاح لمن اراد قتالا. فالجنيه بيتكلم صح، حلو الجنيه بيتكلم دي. ايوه والله الجنيه، بس دلوقتي ما بقاش الجنيه بقى، الجنيه دلوقتي ما بيتكلمش. الفلوس دي كده. ايوه المال بيتكلم، المال له تأثير، فاحذروا من المال، لانه انا اخذ من المال ما يوصلني الى ذي الجلال، انما المال يطغيني، دي كارثه. تم الصحابه كانوا اغنياء جدا، واحنا ما عندناش ما يزم المال يا فندم، ده ربنا سماه خير، وانه لحب الخير لشديد. قال الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا، يعني ان ترك مالا، وانه لحب المال لشديد. اللي يقول ما بحبش، وتحبون المال حبا جما، وانه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما، اللي يقول لك ما بحبش المال كذاب. تمام، لكن ما اجمل ان يكون من حله والى حله. انا ممكن اشتري الجنه بالفلوس بصدقاتي الجاريه. كل نعمه ربنا سبحانه وتعالى بينعم علينا بيها، احنا بقى اللي يا بنحسن استخدامها يا بنسيء استخدامها. معنى ذلك يا استاذتنا عطاء الله خير، ما اقدرش اقول عليه خير ولا شر الا على حسب انا استقبلته ازاي. عطاؤه ابتلاء، وحرمانه دواء. فالعطاء دايما، تخيل حضرتك واحد رزق بمبلغ من المال كبير، مليون دولار، ايه رايك، خير خير ولا شر؟ ربنا رزقه بمليون دولار، خير ولا شر؟ خير، محاسب بقى هو هيعمل بيه. انا عايز احاسب دي، ما اقدرش اقول خير ولا اقدر اقول شر. امال هو ايه؟ امتحان، اختبار. تمام، استقبلته بالشكر واديت حق الله فيه، وطلعت منه الزكاه، وطلعت منه الصدقات الجاريه، وجبرت الخاطر، وجبرت خاطر اللي حوالي، واتقيت الله فيه، يبقى ايه؟ خير. خير. طيب عصيت وطغيت وبغيت وتكبرت، يبقى ايه؟ شر. فهو النقطه دي مهمه، افعلنا. ايوه هي دي، انا متقبل ده ازاي؟ تم سيدنا ابو بكر كان من اغنى الناس، وطلع لله بما لا نتخيل. سيدنا عبد الرحمن بن عوف من تحت الصفر لملياردير الاسلام. سيدنا عثمان بن عفان، فنعم المال الصالح لعبد الصالح. احنا بنتكلم على المال اذا جعل الانسان يطغى، بنتكلم عن المال اذا جعل الانسان يميل عن الحق. انما المال الصالح لعبد صالح يشتري الجنه بدل المره عشره، زي ما سيدنا عثمان اشترى الجنه لما اشترى بئر روما،
اشترى الجنة لما وسع المسجد النبوي، اشترى الجنة لما جهز جيش العسرة. فانت ممكن تشتري الجنة بفلوسك، بزكواتك اللي بتطلعها لله، وصدقاتك الجارية وصدقتك، وجبرك لخاطر الناس، وتزويجك للأيتام، وعطائك لله تبارك وتعالى. فان تقدر تعمل ده، بس المهم اوعى المال يطغيك، اوعى المال يطغيك، لانه الانسان برضو ما بي من المال بالذات ما بيشبعش، لانه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا طالبان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، الاثنين دول ما بيشبعوش ابدا. سبحان الله. لا طالب العلم يشبع ولا طالب المال يشبع. تمام. لو كان لابن ادم واد من ذهب، وادي، عارف حضرتك جبل وادي كبير، هيبقى عايز الزياده، عايز، يا سلام لو اثنين. طب ولو اثنين؟ يا سلام لو ثلاثه. طب ولو ثلاثه؟ عد بقى. ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب. يا ابن ادم عندك ما يكفيك، ما يكفيك، وانت تطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع، ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب. ما فيش مشكله من الطموح، لكن في مشكله من الطمع. يعني فرق كبير جدا بين اني اكون طموحه وعايزه اكبر مثلا في عملي، او اكبر او ازود مالي او ايا كان ايه، والفرق بين اني يبقى عندي وابقى انا طمعانه في الزياده، عندي طمع في اللي عند غيري، في اللي في اللي في ايد غيري. بصي حضرتك، ايوه الطمع في الناس. طب والطمع في رب الناس؟ لا نطمع زي ما احنا عايزين. أيوة بقى اللي عنده ما بيخلص. شوف التقسيمه دي حلوه. تمام. الشاهد من كلام حضرتك ايه؟ انت عايزه تقولي اطمح الى ما تشاء، خلي عينك في السماء. تمام. خليك دايما ناظر لقدام، هو ده ديني، ويخليك قوي. خدت كلية ماجستير، خدت ماجستير دكتوراه، خدت دكتوراه أستاذية، تعلم وتتعلم. مادام عندك المقاومات لده وعندك طموح ان انت توصل لده، ده أسوأ ما يكون انك ما تعملش كده. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يعني أكبر عيب يعمله الإنسان انه يرضى بالنقص وهو قادر يبقى كامل، انه يرضى بالفقر ويبقى قادر يبقى غني، انه يرضى بالذل وهو قادر يبقى عزيز، انه يرضى بالضعف وهو قادر يبقى قوي. مهم جدا. الإمام المتنبي كان يقول كده، الشاعر المتنبي كان يقول إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. هي موتة ولا أكتر؟ تموت وانت واقف على رجليك وراجل وفي عزة، أعظم من أن تموت في ذل. فقارون بيضرب لنا المثل على ده، ذكره الله في القرآن الكريم 4 مرات، مرة في سورة غافر، مرة في سورة العنكبوت، ومرتين في سورة القصص. على سبيل المثال، مثلا قول الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، في سورة غافر. مثلا قول الله عز وجل وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بآياتنا، وذكره الله عز وجل في سورة القصص مرتين منها. Watch it.